حطات لي واحد البركه باش ندير العمليه. ملي جيت للسبيطار، مشيت للميليس، قول الميليس قول في الاول ما قبلوني، قال لا ترجع للمحمدي هما الاختصاص، قال لك بينا راه كاين تما طبيب ديال العظم هو يدير لك العمليه تما، ما تطلبش هاد العمليه من يزول، تطلب المحمديه. جيت هنا للمحمديه نعس هنا يومين ما داروش لي العمليه، قال لك خصك تمشي للميليس. ملي مشيت ليهم للميليس طبيب ديال العظم دار لي كتب لي تقرير وكاشنا فيه بانه هو تيتحمل المسؤوليه بان هاد العمليه دار هنا في المحمديه ما دارش في كازا. قال لك هو قال لك ما عنده ما كاينش الانعاش هنا وما يتحملش مسؤوليتي، لان دازت على 19 يوم ما يقدرش يتحمل المسؤوليه ديالي. والطبيب ديال الميريز قال لك غادي يخسروا عليك، غير قال لك يخسروا عليك واحد الزلاف غيديروه تما وغيتكون سرع دم غيتسودا صافي غترجع بخير. ما فاتش شي عمليه خطيره، ما فاتش شي حاجه ديال واحد المستوى عالي ديال الالم اللي ما بقيتش قادر تنتنفس، مابقيتش قادر اخويا، وصلت للمعاناة ديال بصح، مابقيتش ناكل، الما مابقيتش نشربو بزاف، وصلت لواحد النيفو خايب اخويا، وصلت النيفو خايب. واش ما كتشرب لا دواء لا حتى شي حاجة؟ ما كتشربش حاجة، كاين الدواء، ما هنا في مول عبد الله، جوج خطرات اللي عطاوني براوات ديال الحريق صافي، ما كاين لا دواء، ما عطاوني لا دواء لا حتى شي حاجة. تنوجه لوزير الصحة، تنوجه لخوتي المغاربة. والمسؤولين وقفوا معايا خويا، راه مابقيتش قادر نزيد نتنفس، مابقيتش قادر، الحريق قتلني، الم قتلني، هذا لا عييت اخويا. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.